إخواني وأخواتي في الله، نريد فعلا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم. حب النبي ليس ادعاء فقط، حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالكلام فقط. أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، نحب النبي صلى الله عليه وسلم بقلوبنا، ونحبه بألسنتنا. وكذلك يدلنا هذا الحب الذي امتلأ في قلوبنا وقد تلفظنا به أن يدلنا بجوارحنا إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني ويا أخواتي، هناك آية سموها العلماء آية الامتحان، لمن قال أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.